السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. اليوم بدنا نحكي لكم عن دكتور سوري اجى على كندا يمكن ب 2015 2016 ماني متاكد، وعدل شهادته وصار دكتور كندي. طبعا هو الدكتور عمر فرزاد، هو طبيب اسنان. اول شيء نحن بدنا نقوله انه نحن بنرفع راسنا بمثل هيك اشخاص اجوا تعبوا على حالهم، اجتهدوا، عدلوا وصاروا دكاترة كنديين. طبعا هو بيشتغل بمركز، هلا رح نشرح لكم بالفيديو مع الصور تبع مركز الاسنان هاد. ببساطة شديدة طبيب اكثر من رائع. انا رحت بشكل شخصي وانا حتى مصور حالي وانا موجود بالمركز عنده. الحقيقة الخدمة ممتازة، الأسعار مقبولة. الأهم من هذا كله الشطارة يا أخي. والله الدكتور السوري غير شكل، يعني غير شكل. والله جد وأجرى بحسه. أنا بحس الدكتور كندي بيخاف، بينما دكتورنا السوري دائما هيك يعني حلوله بحسه أفضل. يعني بكل الأحوال أنا رح أشرح شوي عن المركز يلي هو حاليا عم يشتغل فيه لبين ما الله يكرمه وياخد عيادته. وبنصحكم طبعا فيه، لانه اهم شيء انه بيتكلم اللغة العربية بطلاقة بطلاقة، يعني سوري جاي معنا لهون. وان شاء الله خير، خلينا نشوف سوا. You okay there? This machine's going to spin around your head for 14 seconds, okay? So just hold nice and still. My hand on your back. You can grab your glasses. I've got your lead apron. Yeah. All done. Thank you. Thank you. طبعا الدكتور عمر هلا عم يشتغل بمركز ألان كوزنال بمنطقة الداون تاون على أوليت أفنيو. بعد ما عملنا الصورة عملنا جولة بقلب المركز بشكل عام هيك لنشوف، مثل ما شايفين انتم طبعا يعني الحقيقة كل دكاترة الأسنان في عندهم النظافة وفي عندهم الترتيب بكندا، وأكيد هي يعني شرط من شروط العيادات. الحقيقة المركز كتير رائع، في شغلة كتير مهمة، هي الدكتور عمر طبعا، في شغلة كتير مهمة وخاصة للي بيحكوا اللغة العربية واللي ما بيجيدوا اللغة الإنجليزية، لأنه بتعرفوا في مصطلحات بالأسنان أنه في مين يساعدك وقت بتجي على المركز، لأنه بتعرفوا أنه لازم تعبي المعلومات تبعك، فكله بالإنجليزي. فعمليا بتلاقي شخص على الكاونتر بيساعدك، ممكن يساعدك بتعباية الطلبات. الحقيقة طبعا مجرد أنه هو دكتور عربي فهذا بيريحك نفسيا، لأنه في يعني تتواصل بكل رياحة من خلال لغتك معه. طبعا رح نعرض لكم هلا مقطع صغير لاخ لنا عم يعني اجى لعالج اسنان عند دكتور عمر. طيب امتى بلش وجعك؟ قبل شي 4-5 ايام. الوجع مستمر ولا بروح برجع؟ مستمر، هذا ما بهدي غير على البروبين والالتهاب. بزيد مع شيء معين؟ على الاكل. بس على الاكل؟ طيب على البارد على الساخن بزيد؟ طبعا
هذا اخر واحد لانك عليه دكتور. انا عند السلع اللي وراه. طيب اوكي هلا هذا في جسر بدي اعمل لك اشعه لحتى نعرف شو في تحته. طيب هلا ركز معي هيك في ارم. يس طيب هون اوكي كاترينا يوز وي نيد دي اي فور 47 اوكي هي بيفور يو بوت ذس رح نعمل اشعه الحين نشوف شو فيها وعلى اساسها نشوف شو بنقدر نعمل. الله يبارك فيك.